نتكلم عن الفلوس، النقود او الماني. فالفكره حقت المقطع حقنا ان احنا نجمع اكبر كره فلوس في العالم. فلا تضغط زر لايك، اشترك معنا في القناه، ولا تنسى تفعيل زر التنبيهات. ومثل ما تشوفون هذا، انا على طول يا جماعه موجود ومعي كومه فلوس بسيطه، لكن حابه يا جماعه اني اكون مليونير، فلازم احاول اجمع فلوس كثيره عندنا. فببساطه لازم احاول امشي بالطريقه هذه واجمع يا جماعه فلوس، امشي واجمع 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 واجمع. لكن اول شيء راح اسويه عشان اقدر ان انا اوصل لمكان بعيد، خلينا نروح يا جماعه للشوب هني، ولازم نشتري اللي هي عمليه التجميع السريعه اللي هي حقه الدبل، فراح يكون عندنا دبل فلوس. بسم الله الرحمن الرحيم، راح ندفع المبلغ هذا واشتريناها على السريع. وبعد راح اشتري اتوقع حقه المغناطيس عشان اي شيء قريب مني تقريبا يمشي معاي واقدر اخذه. وهم شريناه يا جماعه. الحين لو تلاحظون وين ما امشي قاعد اجمع فلوس، وتقريبا اتوقع الجماعه اللي موجودين معاي راح يعانون، لان تقريبا الفلوس قاعد اسحبها انا بشكل صاروخي يا جماعه. انزين، الحين بعد ما اجمع الفلوس وش تقدر تسوي؟ اقدر ناخذ الكره حقتي هذه واسوي لي طريق واحاول اتباعد، اروح 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 لابعد مكان ممكن. او ماي جاد يا جماعه، شوفوا انا وين قاعد اروح. ليتس جو. بس راح اموت صح؟ زين اوكي خلاص ارجع. بالطريقه هذه اقدر ارجع. انزين دقيقه سيد، اتوقع انك اكيد يعني تبي فلوس اكثر من هذه، فلهذا خلينا نجمع اكثر. نمشي 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 في هالمكان. امشي يا سيد. ليش قاعد اشوفني حاطين لي شعار؟ ما انا ما ادري هذا شنو بالضبط والله. ما علينا، خلينا نجمع 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 نجمع. شوفوا الكره اللي عندي يا اخوان. بس دقيقه، اقدر افتح هذا؟ اذا صرت في اي بي اقدر افتح المنطقه الثانيه. حبيبي خلني في اي بي الحين واروح المنطقه الثانيه. ليتس جو. فرسميا فتحت لي منطقة خاصة فيني. ليتس جو. المنطقة هذه فيها فلوس أكثر وأكثر وأكثر وأكثر. شوفوا كيف قاعد أجمع. أو ماي جاد، صار عندي 1000 يا جماعة. بس لو أوصل 100,000 راح أقدر أوصل بعيد. إيش راح يصير؟ قول غيرها. لا قول غيرها. أوكي، أوه سوى سباق. ليش قاعد يسوي؟ والله كيفكم، بتسوون سباق ما بتسوون سباق؟ أنا مالي دخل، المهم أنا بحاول أجمع لين المرة الجاية، لين أوصل تقريبا لأكبر مبلغ ممكن. أقدر أحصل بونس إذا اشتريت لي حيوان، فلهذا أقدر أضغط هني يا جماعة وأبحث لي أتوقع عن حيوان. ما معاي ولا حيوان ولا شيء. نروح الشوب، أبي حيوان يا جماعة. أتوقع لو اشتريت هذا الحيوان بيزيدني 4000% أظن. عمي ادفع فلوس على طول، نخلي فلوس تصير اليوم ابى اصير غني انا. فالمفروض ان اشتريت الحيوان هذا حقي، خلاص نخليه. بسم الله يا جماعه، الحين الفلوس حقتي بتزيد اسرع من الوضع الطبيعي. شوفوا كيف فلوسي 8000 بسرعه. واذا رحت بعد منطقتي الخاصه اللي هي موجوده هناك بجمع اكثر واكثر. خلينا نجي هني، خلينا نشوف مع بعض. يلا 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 يلا. اوكي 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 اوكي. بعطني عطني عطني عطني. شوف 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 30000. ترى لو وصل 100000 اختم اللعبه يا جماعة. ترى اوصل 50000 حرفيا ترى اختم اللعبة، ما راح اطول فيها. فلهذا خلكم مستعدين يا اخوان الى الشيء اللي راح اسويه، الشيء المجنون جدا اللي راح يصير ان شاء الله. بس خلينا نحاول نحن نجمع جمع جمع جمع. يلا 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 يا ابوي، خلنا نجيني. كم الحين معاي؟ معاي تقريبا 55000. ولو وصلت ابعد، انا الحين لو عديت المكان كامل وش راح يصير بالضبط؟ هذا بعد واحد من الاسئله اللي عندي. في نفس الوقت ابيكم تخيلون معاي، تخيل معاي انه في الحقيقه يمديك انك تجمع الفلوس بهاي الطريقه، يعني بس تحاول تمشي في الشارع وتجمع فلوس لا نهائيه وتصير اغنى واحد في العالم. يلا 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 خلنا نشوف كم الحين وصلنا. وصلنا 92 اتوقع. اذا وصلت ال 101 بروح. ليتس جو. 102 مستعدين؟ يلا 1 2 3 ليتس جو. وين قاعد اروح انا؟ واو يا جماعه انا ماشي. واو 40000 يا اخوان. شوفوا تحت، شوفوا تحت شكلي، انا الاول على العالم كامل. روح بوصل ال 100. روح 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 يا حبيبي. يلا 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 راح نوصل يا اخوان. ليتس جو. كملتها كملتها، ويمديني اروح حتى مره ثانيه. او ماي جاد يا اخوان، حرفيا بالطريقه هذه انا كنت الاكثر في العالم، فجبت المركز الاول خلال المرحله هذه. ايش رايكم هذه المره نجمع 200000؟ خلنا نجرب نسوي 200000. ليش؟ ابى اسويها مرتين ورا بعض، فبحاول خلال 90
الثانية هذه اللي راح تتم ان احنا نجمع المبلغ هذا، وبنشوف اذا يمدينا بعد نجمع اكثر بيكون اكيد افضل وافضل. في شيء بعد يمدينا نسويه، يمدينا ان احنا نشتري لنا سيارة اذا حبينا ان احنا نشتري لنا سيارة. فهل يمدينا نشتري من هني؟ في السيارة الذهبية، ويتوقع افضل سيارة ممكن انها سيارة بفلوس حقيقية، فخلينا ندفع عليها يا جماعة ونشتري السيارة اللي موجودة هني. الو اي عطني اياها، افتح يا حبيبي افتح. يقول لي انها ما موجودة معك، يلا خلينا نستعملها. اوكي الحين صرت اجمع اكثر، شوفوا كيف صرت امشي على سيارة ذهبية واجمع. اوه ماي جاد والله مو طبيعي يا جماعة، قاعد اجمع الفلوس اللي موجودة اكثر واكثر. طبعا وصلنا 100,000 وبنوصل اتوقع ل 200,000 لتجميع الفلوس، وتالي بنروح للسباق اللي بعده اللي راح يكون سباق مجنون جدا بعد 25 ثانية. شكله ما راح يمدينا اوصل ل 200,000 للاسف، لكن راح يكون عندي مبلغ جدا ممتاز ان انا اسوي ان ادخل معاهم السباق. باقي شوي على ال 200,000، يلا 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 روح روح روح. اوكي 200,000 200,000 يا جماعة، يلا باقي شوي ويصير سباق. أنا مستعد يا جماعة، دقيقة يلا 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 ليتس جو. دقيقة شكلي بزيد أكثر بزيد أكثر بزيد أكثر. أوكي بزيد أكثر، حلو نجمع مبلغ أكبر. أنا مستعد، بعد 4 ثواني راح يبتدي إخوان السباق. يلا بسم الله، 3 2 1 ليتس جو. ابتدى السباق، واو سيد في عالم ثاني، فزت يا جماعة بالسباق واروح اكمل اللفة الثانية. ليتس جو يا جماعة، الشيء اللي سويته حرفيا شيء خيالي، قدرت اني اكمل الماب مرتين ورا بعض، مستحيل الشيء اللي سويته يا جماعة، والله مستحيل. قبل ما نمشي خلنا نجيب نلف لفة لفة شنو هذا، نلف لنا لفة حظ ونشوف ايش راح يطلع لنا. 2000 حصلت 2000 دولار هذه يعني؟ لا بمبلغ اكبر. اللفة بفلوس، يا اللفة يا جماعة بفلوس. بما ان احنا تقريبا خلصنا المنطقة هذه نقدر نروح لمنطقة ثانية. اوكي خلينا نشوف مع بعض، هاي وين؟ اتوقع نفس المكان اللي احنا فيه، يا بنفس المكان اللي احنا فيه. لو مثلا جيت هني اقدر اجمع، لو في المستقبل مثلا جمعت 2,000,000 اقدر اتوقع اني اروح لمنطقة ثانية يعني. فلهذا خلنا نجرب ان احنا مثلا نجمع، بس بشوف اذا يمدينا نجمع 2,000,000 فعليا واشوف ايش راح يصير معانا. فجمعت حاليا 2,000,000 دولار، زين معي الحين 2,000,000 دولار، اقدر اروح ولا لازم اكمل؟ لا 2,500,000 حبيبي، عطني 10,000,000، ما اقول لا، عطني 10,000,000 دولار على السريع. فاخذناها هذه ونشوف مع بعض الحين لو اقدر اروح. اي اقدر اروح الحين يا جماعه للعالم الثاني، خلينا نروح ننتقل له ونشوف اذا في احد العالم الثاني. اي والله اي والله يا جماعه في ناس العالم الثاني بعد، خلينا نحاول نجمع ونشوف. طبعا اللي في العالم هذا اكيد هم اقوى من اللي في العالم الطبيعي، بجمع لهم اللي اقدر عليه تقريبا، يعني ممكن يكون عندنا 100,000 يمكن. خلينا نشوف اذا يمدينا احنا نجمع، احنا فعلا 100,000، بنشوف اذا يمدينا 200,000 يمكن يمدي. وصلت الحين 400,000 من تجميع الفلوس، مبلغ كبير جدا يا جماعة، مبلغ كبير 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 400,000، ويعني تقريبا ممكن نوصل 500,000 حتى، يمدينا ممكن إذا انتظرنا شوي، بس راح يبتدي السباق بعد شوي. 500,000 دولار، يا ساتر يا جماعة. السباق الحين 3 2 1 ليتس جو. Oh my god يا جماعة، واو طبعا كملت لفة كاملة عليهم، كملت لفة ثانية، كملت لفة ثالثة، مستحيل رابعة. واو يا جماعة حرفيا أقدر أقول لكم أني فزت بالسباق هذا بسهولة تامة. إذا تبون العالم الأخير لايك واشتراك. سلام عليكم.